وقفنا بدبابات ولا بطيارة حربية وهاي كلها أصل. يوم 11/3/2016 خرج الشعب الحالي لمظاهرة تطالب بإسقاط النظام وتؤكد على سلميتها ذهب الكثير وبقي القليل لإسقاط النظام. وخرجنا أيضا ونطالب الجميع بإيقاف القصف الروسي والتدخل الروسي والإيراني والشيعي. وكنا مية بالجمع طب البرميل صرنا سبع يصف عمره للطيار يصف عمره للطيار ما نيمنا طول الجمع. طبعا هاي المظاهرة توجيه رسالة للمجتمع الدولي بشكل عام اللي عم يحول ثورتنا لعصابات مسلحة. نحن ثورتنا ثورة سلمية وسلمية بامتياز، فنوجه رسالة للمجتمع الدولي بشكل عام رغم كل هالقصف وكل هذا لا زالت ثورتنا سلمية وسلمية بامتياز ولن نتخلى عن هدفنا اللي هو إسقاط النظام بكامل أركانه. الشعب السوري السائر، الشعب السوري يوجه رسالة قوية لكل العالم وللنظام المجرم لأنه ما زال مصر على ثورته، ما زال مصر على نيل حريته وكرامته مهما تكالب العالم عليه، ويتحدى كل قوى الإجرام في العالم ليثبت للناس كل سلميته. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. تكبير تكبير. يا أخو ما بصوت، للأسف ما بسمع صوت، ما بيوصل صوت لعندي. تكبير تكبير تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الكل يدين فوق، الكل يدين فوق. ويا الله من غيرك يا الله. صوت صوت. ويا الله مالنا غيرك يا الله. ويا الله مالنا غيرك يا الله. تكبير تكبير. شباب ايدين فوق ايدين فوق. عليهم يلا يا ابن بلادي. بعد ما بخلص الفقرة كلها ارجعوا شوي لورا، ارجعوا شوي لورا يا شباب، ارجعوا شوي لورا. تكبير. الصوت واطي، الصوت واطي يا شباب، ليش هيك؟ تكبير تكبير. وكبر عليهم يلا يا ابن بلادي يا ابن بلادي. تنزل عرش الشبيحة والأعادة قتلوا بي وخي وشرد ولاده ولاده. الله أكبر. قتلوا بي وخي وشرد ولاده ولاده. الله أكبر. يا ربي تنتقم منهم يا جبار يا جبار. الله أكبر. قصفوا المساجد علينا وهدموا الدار هدموا الدار. الله أكبر. يا ربي تنتقم منهم يا جبار. الله أكبر. قصفوا المآذن علينا وهدموا الدار هدموا الدار. الله أكبر.
مرتد القتل والخوف والموت عاد إلى الشارع الحلبي بعد اختراق الهدنة من قبل الطيران الروسي اليوم الجمعة 11 من شهر آذار لعام 2016. حي الصالحين شهد قصفا عنيفا جويا من الطيران الروسي أسفر عن أكثر من 20 جريحا وعدد من الشهداء. ولا تزال حتى الآن فرق الإسعاف مدعومة بفرق الدفاع المدني انتشال الضحايا من تحت أنقاض هذه المنازل التي أحدثها طيران الروسي. يا الله منا غيرك يا الله، انت علي يا الله، قولوا الله، قولوا الله يا الله. اليوم بعد انتهاء الهدنة الطيارة راح طالع فرق كبير، نفس 4 غارات داخل مدينة حلب، أبشع مجزرة كانت حي الصالحين، تهدد بناء كامل. حتى اللحظة تم انتشال 12 شهيد وأكثر من 20 مصاب حسب تقديرات أولية، وهناك حتى الآن عائلة تحت أنقاض. على أساس هدنة وبطيخ مبسمير، هالهدنة روحت الأطفال، يا الله لا يوفقك. هون داعش عم تقولوا الروس إنه داعش، هون في داعش، لك كل الأطفال لك طلع، لك طلع هدول الأطفال هدول، لك حرام عليك. تعالوا يا بشر، تعالوا يا أمم المتحدة تفرجوا، تعالوا تفرجوا، هالهدنة بتطلع 20 مصاب، الله شهيد مو حرام عليكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يسقط بشار، يسقط حزب البعثية. Yeah.
11/3/2016. الموت الموت.